مرحبا بكم. اليوم سوف نتعلم كيف نطلي مكعب روبيك بطلاء الأظافر. كلنا نعلم أن مكعب روبيك يأتي بملصقات هكذا، وهذه الملصقات مزعجة وتؤذينا بتكرار الاستعمال وتتلف مع الوقت. لذلك نحن نحتاج إلى شيء ثابت على المكعب لكي يدوم طويلا ولا يخرب مثل هذا المكعب. بإمكاننا شراء هذه الملصقات من الموقع الرسمي لمكعب روبيك، ولكننا سوف ننتظر كثيرا إلى أن تصل إلى منزلنا من أمريكا إلى بلادنا. ربما يتطلب ذلك شحن ومصاريف شحن وجمارك وضرائب وكثير من الأشياء التي نحن في غنى عنها. كل ما يلزم هو بعض المناكير أو طلاء الأظافر بألوان مكعب روبيك. يجب أن نختارها جيدا بدون لمعة، ويجب أن تكون مطابقة لألوان مكعب روبيك، الأسود أسود والأبيض أبيض والأخضر من نفس الدرجة والأصفر كذلك وكل الألوان. أنا لا يوجد لدي مكعب روبيك فيه ملصقات، لذلك أخذت هذا المكعب ومسحت هذا الوجه لكي أطليه مجددا أمامكم لكي أعلمكم كيف تطلون مكعب روبيك. حسنا، لكي نبدأ بطلاء مكعب روبيك يجب أن ننزع هذا الملصق، ونحتاج إلى الأدوات التالية. نحتاج إلى هذه فيها مناديل معطرة هكذا. تبقى لدينا آخر قطعة ونستهلكها، ثم يبقى الغلاف. بدلا من أن نرميه نأخذ هذه القطعة هكذا، ننزعها ونزع هذا الشيء، ونأخذ هذه القطعة البلاستيكية لأننا سوف نستفيد منها كثيرا. نحتاج إلى مشرط لكي نقص، قد نحتاج إلى بعض القطن وبعض مزيل طلاء الأظافر وبعض من هذا القطن لكي يساعدنا، قد نحتاج إلى بعض هذا الصمغ، ونحتاج إلى هذه الألوان الستة في مكعب روبيك. يجب أن نختارها جيدا. اذهبوا إلى السوق واختاروا ألوانكم بشكل جيد، ويجب أن تكون من نفس درجة مكعبكم الأصلي أو مقاربة لها. حسنا، لكي نبدأ بالعمل نحضر القطعة هذه ونضعها هنا هكذا، نلصقها على أي مكان نريد، ونضع فوقها هذه القطعة البلاستيكية، نلصقها عليها جيدا، ثم نقص بالمشرط. يجب أن تكون المقاييس متساوية، يجب أن يكون بالضبط نفس المقياس وهو مطابق لمقياس المربع الموجود على كل قطعة من قطع مكعب روبيك. أنتظركم بعد القص. قصوها جيدا، لا تنسوا أن تقصوها جيدا وتكونون حذرين في القص. حسنا، وبعد أن قصينا هذه القطعة أزلناها، حصلنا على هذه. يجب أن نراعي جيدا أننا نزيلها بدون أن نكسرها. هكذا. حسنا، أخذنا القالب ونحضر المقصن هكذا، نقصها لأننا لن نحتاج إلى هذه الزائدة. قصها من هنا أيضا هكذا. أخذنا القالب بالشكل الصحيح، نحضر المكعب ونلصق هذا القالب بالضبط على الأماكن التي يراد صبغها. هكذا تقريبا، ونحضر الطلاء ونصبغها. طبعا نحن نطلي بطبقة واحدة، إن أردنا الطلاء بأكثر من طبقة إن الطبقة الثانية سوف تكون بعد أن تنشف الطبقة الأولى، وعلى الأرجح أننا نكرر فوق الطبقة الأولى، لا داعي لأن نضع القالب من جديد. أقصد أننا الآن نزيل القالب هكذا، أصبح مطليا جيدا، ولكن بعد أن ينشف نطلي عليه من جديد دون الحاجة إلى وضع القالب مرة أخرى، فإننا نعرف حدود هذا اللون
سوف نطلي عليه دون أن نخرج إلى الخارج، وإن أخرجنا إلى الخارج سوف نستخدم هذه. في الحقيقة الآن نحن بحاجة إلى استخدامها، سوف أعلمكم. هكذا نضع القليلة من هذا السائل ونحدد الأطراف جيدا بحيث لا يكون هناك عيب في هذا المكعب، هكذا تقريبا، لكننا سوف نطلي عليه لاحقا. المهم أننا طلينا على القالب بشكل صحيح، وإن أردنا أن نعزز اللون سوف نطلي فوقه هكذا ولا نعرف نحن النهايات، نكون دقيقين جدا في هذه العملية. هكذا ونطلي عليه طبقات عدة إلى أن يصبح بهذا الشكل، ويكون شكله جميل جدا. أحيانا بعض الألوان مثل هذا اللون ليست شفافة، مثلا هذا اللون إذا وضعناه على لون أسود، أوضح لكم هنا، مثلا هذا مكعب روبيك مثلا ووضعنا عليه هذا اللون، أنه لن يصبح أحمرا كهذا، لاحظوا الفرق. فبهذه الحالة تضعون طبقة من الطلاء الأبيض هذا، طبقة واحدة فقط، وثم تعيدون عليها بهذا اللون وسوف يصبح لديكم المكعب جميل. ولكن احذروا جيدا وحاولوا أن لا تخرجوا إلى الخارج، إن أخرجتم بعض الشيء إلى الخارج فعليكم بهذه، امسحوا ما تبقى. مثلا هنا سوف نمسح هذه الجزئية الصغيرة، نحاول قدر الإمكان أن تكون جيدة، إن لم تكن جيدة نمسحها مرة أخرى، وهكذا نعدل عليها بهذه القطعة القطنية الصغيرة، وهكذا نحصل على مكعب روبيك ملون. قد نحتاج أيضا إلى هذا الصمغ في عملية تلوين المكعب بالقالب. أحيانا هذا القالب صحيح أن لديه صمغ هنا ويلتصق بالمكعب، ولكن أحيانا يفقد خاصية الالتصاق، فإما أن نضطر أن نصنع قالبا آخر من هذا، أو إن لم يكن لدينا فسوف نضع بعضا من هذا الصمغ لكي نعيد له خاصية الالتصاق، ونضعه على المكعب ونطلي، وهكذا إلى أن نطلي كل الوجوه بكل الألوان. أتمنى لكم أوقات ممتعة، وأتمنى أن تصبح مكعباتكم كلها جميلة مثل مكعبي وأجمل من مكعبي أيضا. انتظروني في الفيديو القادم، سوف أشرح لكم طريقة سريعة جدا في تسريع مكعب روبيك، سوف تختصرون الكثير من الوقت بتلك الطريقة، وسوف أسمي الفيديو طريقة تسريع مكعب روبيك الجزء الثاني، لأنني أصلا صنعت فيديو حول كيفية تسريع مكعب روبيك وأسميته طريقة تسريع مكعب روبيك أو شيء من هذا القبيل، لكنني سوف أضع لكم الرابط وسوف تشاهدونه، وانتظر الفيديو الذي بعده، وشكرا لكم.